بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان المسلمين وأخواتي المسلمات في العالم كله. وياكم إسلام رحيم كريم المحمداوي، أصلي من بغداد، من سكان كنت عايش مولود ببغداد وعشت بالنجف معظم عمري، إلى أن اتغربنا ورحنا لبنان وبعدين رحنا لأمريكا. هسه أنا قاعد بمنطقة بجزيرة اسمها لونج آيلاند اللي هي بنيويورك، وقاعد يم الجامع، قريب من يم الجامع اسمه جامع دار القرآن. الجامع ما إلى مذهبية أو طائفية، الناس كلها تجي له. جامع مع المسلمين، ما بي لا سني ولا شيعي ولا جعفري ولا أي شيء، كلها الكل ناس واحدة هنا. هذا أول راح يكون من أول الفيديوهات اللي راح ينزلن. أغلب الفيديوهات اللي راح ينزلن يكونن مو أكثر من 3 دقائق. الشانل اسمها Big Brother 313، فأنا راح أوصل إن شاء الله بس الدقيقة ونص وأحول للإنجليزي على مود الناس كلها، المسلمين كلها، الأخوة والأخوات بالعالم كله توصلهم الرسالة مالتي اللي هي نشر الإسلام للعالم كله. السلام عليكم brothers and sisters in the whole world. This is Islam Rahim Karim al-Muhammadawi. I'm from Iraq. I was born in Baghdad. I lived most of my life in Najaf from my early ages until about 13 years old. 2004 we had to migrate from our country and leave and go to, you know, find a safe place. We lived in Lebanon for a couple of years and then after that here to America. Right now I reside in Long Island, New York. المنطقة, the place is Bayshore, and I'm very close to Masjid Dar al-Quran, and that mosque does not have any madhab. They don't have any like Shi'i Sunni. It's for all Muslim brothers and sisters. Time right now is about 6:10 a.m. Eastern time, and I'm right in front of the Masjid Dar al Quran. Let me walk there to show you. So this channel is just to educate people about Islam and what's going on here in Long Island. Light just went off. إنا لله وإنا إليه راجعون. مسجد دار القرآن.